في كل تاريخهم الحديث كانوا بيعتمدوا على قوة عظمى تدعمهم وتؤكد على قدرتهم على السيطرة على المنطقة اللي هم فيها ما بين سنة 1917 لحد سنة 1956 كانوا بيعتمدوا على بريطانيا العظمى ويمكن هم خدوا وعد بالفور كان حييم وايزمان اللي هو عم عزرا وايزمان كان اخترع التي و وقال لهم في على حد الاول يعني التاريخي بناخد بناخد الوعد بالوعد بالفور. من سنه 57 لسنه 67 كانوا بيعتمدوا على فرنسا، بنت لهم المفاعل وكان والطيران اللي ضربنا في 67 كان كله مراش، معظمهم مراش، وكان في قبل كده المستير والسوبر مستير فكانوا بيعتمدوا على فرنسا. فرنسا وقفت تعاونها معاهم نتيجه لان ديغول كان اخذ قرار شجاع ان قال اللي هيبدا الحرب في 67 لن امونه بالسلاح ولا حتى بقطع الغيار ولما هم ابتدوا <تضل> الحرب يقول خد <حد> القرار ونفذه فنقلوا للولايات المتحده الامريكيه من سنه 67 لحد النهارده يعني من 67 لحد النهارده الولايات المتحده الامريكيه هي الداعم الاساسي لاسرائيل وبتعتبرها نقطه متقدمه ليها في الشرق الاوسط تكاد تصل انها تكون حامله طائرات امريكيه